وعلى سيرة علي معلول، يعني معايا عبر الهاتف الآن الراجل اللي جاب للنادي الأهلي علي معلول. طبعا جماهير النادي الأهلي ممكن تبقاش عارفة القصة دي، بس هيحبوا الراجل قوي عشان علي معلول ده أكيد واحد من أعظم اللعيبة اللي جت في تاريخ النادي الأهلي. معايا الأستاذ محمد حبشي وكيل اللاعبين، اللي زي ما قلت لكم جاب علي معلول، وهو كان كمان وكيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للنادي الزمالك. أستاذ محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أنا مبسوط بوجودي معاك يا كريم، ودايما متألق. كنت لسه بتكلم على علي معلول على دخلتك، فقلت إن الراجل ده اللي جاب علي معلول مصر. الحمد لله من أهم الصفقات اللي دخلت مصر، يعني أعتقد في آخر 20 سنة علي معلول نجاحاته وبطولات مع النادي الأهلي وأداء ثابت لفترة طويلة من 2016. لعيب كبير وعمل كتير مع النادي الأهلي يعني. وأنت بتجيب علي معلول وقت ما علي معلول جه النادي الأهلي ما كانش فيه لعيبه كتير نجحت من شمال افريقيا في مصر، وبعد ما علي معلول جه في لعيبه كتير من شمال افريقيا جت مصر وتالقت جدا. ما كنتش قلقان، او هل انت كنت متوقع كل هذا النجاح مع النادي الاهلي؟ علي من اول يوم اتكلمنا معاه وقعدنا معاه كان هو حابب يكون موجود في النادي الاهلي وفي مصر، وبعدين شخصيه علي في الصفاقسي وفي منتخب تونس كانت كل الناس بتتكلم عليها بشكل محترم جدا، وده اللي فرق معايا جدا في النادي الاهلي وبان تأثيره بشكل كبير جدا. طيب ده بالنسبة لعلي معلول.